تاسعا من المباحث، ولا أريد أن نقف كثيرا عند المبحث الثامن، فهو كغيره قائم على نصوص صريحة. تاسعا، كلام الله مسموع. كلام الله مسموع. إذن هذا أيضا من عقيدة أهل السنة، وكلام الله مسموع هو لازم لإثبات الصوت والحرف، فلا يمكن أن تسمع إلا صوتا وحرفا. لذا هذا المبحث التاسع، وإن كان يفرد في كتب أهل السنة، لكنه ذو صلة قوية قائمة على المبحثين السابقين، بأن القرآن وبأن كلام الله من صوت وحرف. ومع ذلك فنرى نقف عنده ولو بشيء يسير. قال الله تعالى: فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى، سورة طه آية 13. قال السجي رحمه الله في رسالته صفحة 65 و100: والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت. والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غير الإفهام، لأن الفهم يتأخر عن السمع، لأن الفهم يتأخر عن السمع. فإذا فاستمع لما يوحى يلزم من أراد أن يسمع أن يسمع حرفا وصوتا، وهذا لا يمكن أن يفسر بمعنى الإفهام، لأن هل الفهم يسبق الصوت والكلام، أم أن الفهم يكون بعد سماع الصوت والكلام؟ لا شك أنه بعد. فبالتالي الاستماع يكون للصوت والحرف. وقال أيضا في نفس الكتاب صفحة 44 و200، قال: واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت. واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت. فهل إخواني في الله يمكن أن نقول سمعت ثم تقول سمعت غير الصوت؟ هذا لا يمكن أن يكون. واستماع البشر في الحقيقة
فإن سميته سماعا وليس بصوت فهذا ليس بسماع حقيقي، وإنما هو سماع غير حقيقي فلا يسمى سماعا. قال: ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليها احتاج إلى دليل. إذن ما معنى كلامه: ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليها احتاج إلى دليل؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. من قال أنني أسمع غير الأصوات الحقيقية وهو على بشريته فهذا يحتاج إلى دليل حتى نقل منه. نعم أحسنت. فإذا لا يمكن لأي بشر على هذه البنية وعلى هذه الخلقة وعلى هذه الهيئة التي خلقك الله عليها يا عبد الله أن تقول سمعت ثم بعد ذلك تقول سمعت غير أصوات، سمعت غير حروف. فهذا حتى نصدقك لا نريد أن نقول لك مباشرة أنك كاذب، ولكنه ربطه بأسلوب العلم. قال: فتحتاج إلى دليل يثبت أن هناك شيء مسموع وليس بصوت ولا حرف. فهذا ربط بالمحال، لأن هذا لا يمكن أن يكون. فإذا هذا هو المبحث التاسع، وكما ترون فإنه متضمن في المبحثين السابقين، مبحث الصوت ومبحث الحرف. وحقيقة هناك مباحث مذكورة في كتب أهل السنة متعلقة بصفة الكلام وبالقرآن، هي أيضا متضمنة في المباحث التي أكرمنا الله عز وجل بدراستها، فلا تحتاج منا إلى إفراد لأنها تحصيل حاصل.